أشكر ضيوفي وعندي كلام، كلامي موجه لبعض السياسيين. تعلمون أنه بلدنا منذ 2003 وإلى الآن فقد 500 مليار دولار بسبب الفساد، وتعلمون البلد صنف من ضمن البلدان الأولى بالعالم بمستويات الفساد. تعلمون أنه الكهرباء أنفقوا عليها بحدود 40 مليار دولار ولليوم ما عندنا كهرباء أو كهرباء متقطعة. تعلمون صفقات تسليح الجيش كلفت البلد حوالي 150 مليار دولار، وبمواجهة داعش كانت مخازن السلاح خاوية. تعلمون أنه البلد وصل إلى قناعة بزمن ما بتوقيع اتفاقيات مع الأمم المتحدة لاستخدام خبراء دوليين لكشف ملفات الفساد. والله حرام، والله حرام اللي جاي يحدث إلنا. يا سياسيين اسمعوا هاي القصة عن نبل المسؤولين. بسنة 87 بود دواير أمين خزانة أحد ولايات أمريكا، لأنه اتهموه بالفساد، عمل مؤتمر صحفي وقدم وثائق تثبت نزاهته وبعدها انتحر. وزير الطاقة الياباني انطفى الكهرباء لمدة 7 دقائق، قدم اعتذاره بالانحناء 7 دقائق للشعب الياباني. هذا اللي يخلص بعمله ومسؤوليته. وإحنا البعض، بعض من سياسيينا طبعا مو الكل، ناهب أموال تكفي لبناء مثل برج خليفة بكل محافظة بالبلد، ولما يقولون إلو أنت فاسد يقول هذا تسقيط سياسي مقصود. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في أمان الله.